السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم وده فيديو جديد. أنا عفاف ودي قناتي سوبر مامي، يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو روتين حلو جدا في البرد، الدنيا فعلا ساقعة جدا والجو برد خالص. هنعمل النهاردة معجنات وفطاير حلو وحادق تدفي البيت كده وتخلي ريحة البيت كله عجين. كمان هنعمل روتين متابعة في المطبخ. يلا بينا نشوف الفيديو، يا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم. واتمنى لو عجبك وعجبك محتوى القناة تضغطي لايك وتنزلي تحت الفيديو دلوقتي، تشتركي في القناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو على الشمال، مكتوب عليه كلمة اشتراك او سبسكرايب، اضغطي عليها. كمان فعلي علامة الجرس اللي هتظهر على الكل عشان يوصلك اشعار على الموبايل ان انا نزلت فيديو جديد. عايزه اقول لك بس على حاجه مهمه جدا، اي حاجه بتعمليها في البيت دلوقتي من تنظيف، ترتيب، تنظيم، تخلص من الكراكيب، هتريحك جدا جدا في رمضان، وانت كده فعلا بتبقي بداتي تستعدي لرمضان، لان رمضان مش عايزين نضيعه كله في التنظيف، يا دوب هنعمل الاكل ونعمل الحلو وكتر خيرنا على كده. فيلا بينا نبدا روتين ومتابعه وتنظيف من دلوقتي. طبعا محدش يختلف معايا في ان احنا قعده السرير في الشتاء حلوه قوي مع كوبايه نسكافيه بقى وانتي قاعده في الدفا كده ومتغطيه فالصراحه الموضوع حلو قوي يعني. ولكن في حاجات كده بتضطرك ان انتي لو ما قمتيش عملتيها هتبوظ، وهتبقى انتي كده بتهدري نعمه ربنا بقى والموضوع هيوسع منك. فانا دلوقتي هنضف معاكم التلاجة. بصوا اخر الاسبوع عموما بيبقى احنا فحكشنا كتير في التلاجة طول الاسبوع، فمن المهم قوي ان احنا نبص عليها بصه. يعني انا بقى عندي الخضار اللي انا اشتريته من حوالي اسبوع او 15 يوم، 15 يوم تقريبا، يعني الخضار ده بقاله كده 15 يوم في التلاجة. انا اخدت منه، كنت حاطاه في علبتين اخدت منه، والعلبة التانية ديت يعتبر ما اخدتش منها حاجات كتير يعني، بس ضروري ان انا اطلع الخضار. وانتي كمان حاطه في اي علبة ايا كانت هتعملي كده برضو، كل يومين تطلعي الخضار كله وتنشفيه من بخار المية اللي عليه زي ما انا بعمل دلوقتي، وتنشفي كمان العلبة اللي انتي حاطه فيها علشان الخضار بيبوظ لما بيجي عليه المية كتير ويفضل كذا يوم في التلاجة، طبعا هتلاقيه باظ. فانا هنشف الحاجه بتاعتي دي كلها وارجعها تاني في اماكنها كده. كمان بقيه الخضار، الجزر والخيار التاني حطيته في علبه تانية اصغر، برضو علبه خضار زي دي بالظبط بس علبه اصغر في الحجم شويه. التلاجة من الحاجات اللي لو موجوده في المطبخ يعني نظيفه بتخلي يحس المطبخ كله نظيف بصراحه. التلاجة مكعبلة ومليانة حاجات على الأرفف وحاجات كتير وكل حاجة مش في مكانها، بحس إن الدنيا مدربكة شوية. طيب عندي كمان الطماطم، بصوا عليها وريها لكم هي عاملة ازاي. بصوا الطماطم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني دي كده بقالها 15 يوم في التلاجة. بس هفضيها كلها وامسح البولة من المية والغطا بتاع العلبة كمان، وكمان الطماطم نفسها همسحها من بخار المية اللي عليها وهرجعها في اماكنها تاني. اوعي 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 تسيبي الخضار في الاكياس لما بتشتريه وتحطيه في التلاجة زي ما هو، يوم والتاني مش هتلاقيه خالص اساسا سليم، يعني هيكون باظ وكمان البكتيريا بقت جواه كتير وكل واحدة باظت تبوظ السليمة اللي جنبها يعني. طيب ادي فايده بقى تنظيف التلاجة وان احنا نشيك على كل حاجه اخر الاسبوع. انا لقيت عندي فلفل اصفر كتير في التلاجة فانا اكيد مش هستخدمه كله يعني، فسبت ليا واحده كبيره علشان استخدمها طول الاسبوع دوت يعني. واخدت الفلفل اللي انا موجود برضو في العلبه في التلاجة، طبعا هو اصلا مغسول كويس فانا هقطعه مكعبات كده واشيله في الفريزر، ويبقى كده احنا ايه فرزنا حاجه من ما فيش يعني، كانت موجوده عندنا في التلاجة وبعدين لو كنت سبتها اكتر مثلا من كده يعني، بقاله 15 يوم فحلو قوي يعني، اكتر من كده ممكن بقى يبوظ يعني. فانا هقطعه كله. على فكره الحاجات اللي مفرزه في الفريزر في حاجات ينفع تستخدميها فريش وفي حاجات ينفع تستخدميها في حشوات سخنه، يعني الفلفل الالوان اللي بتفرزيه او اي فلفل عموما ما ينفعش انك تستخدميه فريش خالص، انك مثلا تطلعي ده تحطيه على السلطه ما ينفعش. ينفع جدا بقى في الحشوات، الحشوات السخنه، هتعملي شاورما، هتعملي كبده، هتعملي لحمه مفرومه، تقدري تضيفي عليها فلفل من الفريزر ويبقى تحفه جدا كانك لسه عاملاه. لكن ما ينفعش تطلعيه تستخدميه فريش خالص. فانا عبيته في العلبتين دول كده وهغطيهم وادخلهم الفريزر. انت كمان اعملي الخطوه دي هتلاقي نفسك مطلعه حاجات كتير قوي انت مش محتاجاها ومش بتستخدميها، وعلب وحاجات للاكلات. بصوا يعني انا اللبن فضيته
في الدورق ده. كمان كنت جايبه جبنه عشان اعمل بيها حاجه يعني وصفه، وبعدين لسه ما عملتش، فكنت هستخدمها في نفس اليوم، وبعدين لما لقيت ما عملتش بقى بيها حاجه ففضيتها في العلبه. عندي كمان لقيت كيسين بقسماط كنت حاطاهم في درج التلاجة، طلعتهم حطيتهم في العلبة مكانهم يعني. هروح بقى على التلاجة بعد ما فضيتها كده وظبطت كل الحاجات اللي موجودة في الباب وموجودة في على الأرفف. هشيل بقى المفارش كده من على الأرفف كده، بس مش هغسل طبعا، هو ده تنظيف يعني أسبوعي أو متابعة، مش تنظيف شهري ولا حاجة. إن شاء الله التنظيف الشهري أو التنظيف العميق جدا جدا هنعمله بإذن الله قريب وقبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين، عندنا شغل كتير في الأيام اللي جاية، شدوا حيلكم كده وإيه تشجعوا. هرش كده بالبخاخ اللي فيه خل ومية وجنرال، هرش كده على الأرفف وامسحها. بصوا بقت زي الفل. المفارش بتاعتك اللي انت حطاها أو مش حاطة يعني، لو انت حاطة ولقيتي عليها اي حاجه متبهدله او ملزقه او واقعه، برده امسحي المفارش برشه كده من البخاخ اللي انت هتعمليه ده، وهيبقى سهل جدا. هبتدي ارجع العلب بتاعتي وارص كل حاجه مكانها، وعلب الخضار واللبن والجبن وكل حاجه. كمان انك تفرزي دولاب الخزين او تبصي على التلاجة كده وتعملي فيها زي جرد يعني، ده حلو قوي، بيخليكي تشوفي الحاجات اللي ناقصاكي، فما تتفاجئيش وانتي بتطبخي مثلا ان انتي ما فيش زبده، بتعملي وصفه مثلا ولاية مثلا في عندك بيض ناقص، فانا كتبت كل الحاجات اللي كانت ناقصه عندي وخلصت طول الاسبوع اللي جبتها الاسبوع اللي فات، فلقيت عندي زبده ناقصه، لقيت عندي مناديل على الرخامه ناقصه، في حاجات في التوابل اللي مش موجوده والبن والشاي وكل الكلام ده كتبته في ورقه علشان لما انزل اشتري الحاجات اللي انا عاوزاها وبس، ما اشتريش حاجات كتير وافضل الف كده واقول هو انا كنت عاوزه ايه. الموضوع ده سهل جدا وبيسهل عليكي موضوع الكتابة ده بصراحة، حلو قوي. المواعين بقى، المواعين ده كده بعد الغداء، وانا قلت اشارك معاكم المواعين علشان في حاجة حلوة قوي قوي انا عملتها وبصراحة كانت مدوخاني وجابت معايا نتيجة حلوة جدا، فقلت انا لازم اشاركها معاكم. بصوا الحاجات دي كده، مكان سمك ان شاء الله انزل لكم وصفة سمك سنجاري، وكمان جمبري، وشوربة الجمبري بقى حاجة كده حلوة قوي، وكمان رز بالبصل او الرز البني بتاع السمك، الرز الصيادية يعني. ان شاء الله هنزلها لكم باذن الله الفيديو اللي جاي، بس تابعوا الفيديو ده عشان بصوا حاجة كده يعني شوربة وهمية بجد، ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. ولو انتي ما بتعرفيش تنضفي الجمبري او طلعي منه كيس الرملة، هقولك ازاي بمنتهى السهولة تطلعيه وتنضفيه. طيب ايه الحاجة الحلوة اللي انا عملتها النهاردة وكنت مبسوطة بيها جدا؟ بصوا الصاج الالومنيوم ده اللي هو على شمالي ده، لا على يميني ده، الصاج ده حلو جدا، انا جايباه ب 25 جنيه من عند مستلزمات الحلواني، المحلات اللي بتبيع حاجات الحلويات، الكنافه ومستلزمات الحلويات يعني، وبقاله عندي على فكره سنه من رمضان اللي فات تقريبا، وهو بصراحه حلو جدا، انا بستخدمه في حاجات كتير، كمان بيخليني يعني لما اجي اعمل معجنات مثلا زي اللي هنعملها في الفيديو دلوقتي مع بعض، كبير، بياخد كميه كبيره، وكمان جايباه مقاسه على قد الفرن بتاعي الكهرباء علشان لما اجي ادخله الفرن يبقى طبعا المقاس مظبوط، ما يبقاش اكبر ولا اصغر، فجايباه على مقاس الفرن بالظبط. بصوا انا كان في حاجات موجوده في الاجناب بتاعته، حاجات محروقه كده، وانا كان بقالي فتره مش عارفه اطلعها خالص، فرشيت عليها بقى مكسل اللي هو منظف الافران، بس المقطع ده اتحذف والله مني، فانا ان شاء الله باذن الله هبقى اوريه لكم الفيديو الجاي للناس اللي ما شفتوش قبل كده معايا. مكسل اوفن لونه اسود، هو منظف الافران ب 35 جنيه، فرشيت على كل الاجزاء اللي هي فيها حاجات مزنوقه كده ومش عارفه اطلعها، كنت عامله فيه جلاش قبل كده من فتره وكانت مدوخاني بقى مش عارفه اخرجها خالص منه، رشيت عليها بصوا فارت في ثواني، وبحط عليها السلك كده طلعت وبقى زي الفل زي ما انتم شايفينه كده، بصراحه تحفه بجد، رغم ان هو اصلا مش بتاع المواعين يعني مكسل منظف الافران، بس انا قلت ممكن ارش رشه صغيره كده على المكان اللي فيه حاجه محروقه ممكن تطلع، فجربتها بصراحه زي ما انتم شايفين الصاج بقى زي الفل. تعالوا دلوقتي بقى بصوا الفيديو النهارده مختلف تماما، هنعمل معجنات او فطاير حلو وحادق، حاجه كده بصوا يعني العجينه تجنن، انت هتشوفيها كده هتحبي قوي انك تجربيها، خصوصا ان هي بتنفع للفطار جدا او للعشاء. يلا بينا نشوف. انا استخدمت في المقادير دي كلها الميزان علشان طبعا هو بيظبط اكتر، ولكن في صندوق الوصفه هكتب لكم المقادير في بالكوبايه وبالجرام. عندي كوبايتين من الحليب الدافي، نص كوبايه زبادي بحراره الغرفه، 2 بياض بيضه، نص كوبايه زيت، معلقتين ممسوحه من الخميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، 3 معالق سكر، معلقه صغيره ملح، يعني 6 كوبايات ل7 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات.
طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي هحط الحليب الدافي، ويكونش سخن طبعا، يكون دافي بس. هنزل عليه السكر والخميرة، وهبدأ اضربهم كويس قوي مع بعض بالمضرب علشان الخميرة تدوب تماما. هركنها 10 دقايق. دلوقتي هجيب بولة تانية احط فيها الزبادي، طبعا انا دفيت الزبادي عشان احنا في الشتاء، عشان العجين برضو التخمير بتاعه يبقى مظبوط. هنزل على الزبادي الزيت، هحط البيكنج باودر والملح وبياض البيض، وهضربهم كويس جدا لحد ما يدوبوا تماما مع بعض. هنزل الخليط اللي انا عملته ده على خليط اللبن والخميرة. طبعا عملت طبقة على الوش اهي رغاوي كده، يبقى كده الخميرة بتاعتنا تمام وشغالة. هنزل عليها الخليط التاني وابدأ اضربهم مع بعض كويس. بعد كده هنزل الدقيق، انا استخدمت 875 جرام من الدقيق، يعني حوالي 7 كوبايات. هبدأ في الاول كده اقلب لحد ما تبقى عجينة معايا، وبعدين ابتدي استخدم ايديا. طبعا وانتي بتخلطي العجينة الاول مع بعض كده لحد ما تلميها، هتلاقيها طبعا بدأت تشبك في ايدك جامد. هننزل لها كده شوية دقيق عشان نلم بيها العجينة، وبعدين ناخدها لما تلم معانا نعجنها كويس على الرخامة. الخطوة بتاعت العجن دي مهمة جدا، لان يعني سبب نجاح اي معجنات هتعمليها حاجتين، هو التخمير مظبوط والعجينة تكون معجونة كويس، او يعني انتي عجنتيها كتير، يعني ممكن 10 دقايق كده ولا حاجة. لو عندك عجان طبعا يبقى كويس جدا، ولكن انا عجنتها بايديا. بصوا بقى هقول لكم على حاجة، عارفين لما حد يكون مش عارف حاجة مثلا، وبعدين يقولوا عليه ده دي، يقولوا عليها مثلا دي بتعجن، بتعجن يعني بتعمل اي حاجة او بتقول اي حاجة. هو العجين كده بالظبط، افضلي هبدي فيها وظبطيها كده لحد ما تحسي ان هي بقت لينة جدا معاكي. شايفين الحركة اللي انا بعملها دلوقتي دي؟ كل ما بنعمل كده في العجينة كتير بتطلع هشة جدا وبتطلع مظبوطة وما بتقطعش معاكي. كل ما احس ان هي محتاجة رشة دقيق اديها رشة دقيق، وبعدين ده كده ملمسها في الاخر طرية ومش بتلزق خالص. هحطها في بولة مدهونة بالزيت واسيبها حوالي ساعة بالظبط كده، وتعالوا نشوف شكلها بعد. تعالوا دلوقتي نشوف شكلها بعد التخمير. هبدأ اخرجها كده من البولة واحطها على الرخامة علشان اخرج منها الهواء، وعلشان نعرف نتعامل معاها طبعا هنقسمها ل4 قطع. انا هعمل حشوة الحلو بنيوتيلا، وهعمل حشوة الحادق ببسطرمة وزيتون وجبن. اول حاجة هنفرد اول عجينة بسمك 1 سنتي، ودي هحط فيها جبنة بيضة وبسطرمة وفلفل الوان. الفلفل الالوان غير ان هو ليه قيمة غذائية عالية طبعا، هو طعمه بيبقى حلو جدا جدا في المعجنات. بعد كده هلف بقى العجينة بتاعتي دي رول كده، ولكن هبدأ اضغط وانا بلف علشان الحشوة بتاعتي ما تخرجش، وكمان اقفلها من الجناب كويس قوي علشان بعد التخمير ما تفكش. بعد ما نقفلها كده نبدأ بقى نسوي شكلها، نحاول نفردها اكتر شوية ونلم الجناب كويس.
وبعد كده هنبتدي نقطعها، وكده تكون خلصت. عندي صينية مدهونة زيت، هحط فيها ورق زبدة وبعدين أبدأ أنقل فيها العجين بتاعي ده. ولكن تاخدي بالك إن هو هيدخل الفرن على وضعه ده ومش هيتحرك من مكانه تاني، فأنتي تحطيه يختمر لتاني مرة لمدة نص ساعة في الصينية اللي هتدخليها الفرن على طول. هاخد جزء تاني من العجينة وبعدين افردها برضو بسمك 1 سنتي، ولكن هحط في الحشوة دي جبنة شيدر وبسطرمة وزيتون. كده خلاص هلفه برضو رول، واحاول ان انا اركز على الحشوة ما تطلعش مني بره، وكمان ان انا وانا بلف اضغط شوية. هنقفل الاطراف والجوانب وبعدين نبتدي نقطعها وارصها برضو في نفس الصينية. كده عملت صينية كاملة من الحشوة الحادقة. دلوقتي يلا بينا نشوف هنعمل ايه في الحشوة الحلو. هنحشيها ان شاء الله بالنيوتيلا اللي هي سهلة الفرد. الجزء الثالث من العجينة بقى مش هفرده، أنا هقسمه لكور. دلوقتي هشكل آخر جزء من العجينة لكور صغيرة علشان أحط فيها شوكولاتة. عايزة اقولك كمان ان دي مش شوكولاتة خام، دي شوكولاتة قابلة للدهن وما صحتش ولا اي حاجة ولا حصل لها اي حاجة زي ما هتشوفي دلوقتي. هسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. عندي صفار 2 بيضة، هحط عليهم شوية مية صغيرين ونص معلقة خل، وده كده هيكون الخليط اللي هدهن بيه المعجنات بتاعتي او الفطاير اللي عملناها النهاردة كلها سواء حلوة او حادق. ما تقلقيش الخل مش بيأثر خالص في الطعم ولا بتحسي اصلا ان انتي حطيتي خل. هغطي دي بقى لمدة يعني 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما تتخمر كويس. ودي كده خلاص كنت غطيتها قبل ما اجهز الحشوة اللي بالشوكولاتة، وكده خلاص هي خلاص اتخمرت تاني، وهحط عليها البيض والمية والخل، وهدهن الوش بتاعها كويس جدا، وبعدين ارش عليها حبة البركة او سمسم اللي يريحك. هدخلها في الرف الاوسط من الفرن وهشغل الفرن من تحت بس. ده كده شكلها بعد التخمير. هدهنها برضو بنفس الخليط اللي احنا عملناه، وبعدين ادخلها الفرن برضو على درجة حرارة 180، وبعدين اخر كده 5 دقايق نشغل عليها الشواية عشان نديها لون حلو من فوق. انا حطيت حبة البركة على الحادق وهحط سمسم على الحلو. اتمنى تجربوا العجينه دي هتعجبكم جدا، النتيجه بتاعتها رائعه زي ما هتشوفي دلوقتي المعجنات كلها طلعت هشه جدا. النتيجه واضحه جدا، شايفين الفطاير بتاعتي طبعا يعني هشه جدا ومفرغه من جوه ازاي.
الحشوة بتاعتنا مظبوطة جدا، وكوني كريمة في الحشوة وانتي بتحطي الحشوة علشان تطلع معاكي طعمها حلو وما تبقاش فاضية من جوه. ده كده شكلها طبعا. يعني اتمنى تجربي العجينة دي، هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرام والكوباية علشان ضروري جدا تطبقيها. تنفع جدا للرحلات، وتنفع كمان للانش بوكس، وتنفع للمصايف. يعني العجينة بصراحة حلوة جدا. ودي الشوكولاتة طلعتها خلاص من الفرن، وتعالى نفتحها برضو مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. اول ما خرجتها من الفرن طبعا غطيتها بفوطة مبلولة ومعصورة كويس، او تغطيها فوطة ناشفة بس ترشي عليها شوية مية من فوق. اول ما بتطلع من الفرن بتكون الوش بتاعها ناشف جدا، ما تقلقيش خالص. انتي رشي عليها شوية مية صغيرين، او غطيها بفوطة مبلولة ومعصورة كويس لمدة 10 دقايق بس. وكده وصلنا لنهاية اليوم ونهاية الفيديو برضو. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وانصحك جدا ان انتي بعد ما تخلصي المطبخ في نهاية اليوم تنشفي الحنفيات كويس وتمسحي الرخامات والبوتاجاز اوعي تنسيه، وكمان تجففي الحوض، خلي المطبخ بايت زي الفل. صدقيني انت نفسيتك هتصحي تاني يوم مرتاحه جدا، حاسه ان انت هتبداي يوم جديد على نظافه من غير ما تقضي ساعتين تنظفي في شغل امبارح، او تنظفي في المواعين، ولا تغسلي الحاجات اللي باقيه من امبارح. ده بياخد اكتر، يعني وقت اكتر في يومك من اليوم الجديد، بيخليكي انت اصلا داخله متضايقه، انت لسه هتقفي تشتغلي وتعملي حاجات كتير في المطبخ وتنظفيه قبل اصلا ما تبداي تعملي حاجه لليوم الجديد. فاتمنى ان الفيديو يكون النهارده عجبكم، ودوسوا لايك للفيديو ده لو عجبك، وكمان اشتركي في قناتي التانيه الخاصه بالوصفات والطبخ اسمها سوبر مامي كيتشن، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، وكمان هحطه في اول تعليق مسبب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.